السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم من جديد في قناتكم. في هذا الفيديو الذي نقوم به بعد كل 150 فيديو لنستعرض من خلاله إحصائيات القناة من مشاهدات، من تطور للمشاهدات وتطور للاشتراكات والأرباح أيضا. تفضلوا معنا المشاهدة، نذهب إلى منصة جوجل كروم ونذهب إلى تابلو دبور لقناتنا، وهي التي تستعرض بعض المعلومات سطحيا. نشاهد بأن القناة في تناقص راجع إلى ابتعادي عن القناة في آخر 20 يوم. نلاحظ أن نذهب إلى كونتينيو لنرى عدد الفيديوهات الآن التي هي موضوعة ومنشورة في القناة. بتاريخ 21 ديسمبر 2020 هو آخر فيديو تم رفعه عن القناة، أي منذ حوالي 20 يوم لم أقم بعمل فيديو. لنرى الفيديوهات، أكثر الفيديوهات جلبا للمشاهدات، هما هناك يوجد حوالي 50 أو إن لم نقل 60 فيديو تتعدى المشاهدات فيها 1000 مشاهدة، وهي في صعود مستمر أيضا. هذه قائمة من 50 فيديو إضافة إلى هذه القائمة القادمة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، تقريبا 60 فيديو تجاوز تعداد المشاهدات فيه 1000 مشاهدة. لنذهب الآن إلى أناليتيكس. نشاهد هنا الاشتراكات في الفيديو السابق الذي سبق 150 فيديو الأخيرة، كانت الاشتراكات في 10400 اشتراك، أي في هذه الفترة وهي فترة 3 شهور أو 4 شهور تزايد عدد المشتركين في القناة بحوالي 1000 مشترك. هي نسبة لا تعد قوي، لا تعد عملاقة، ولكن خطوة قصيرة، خطوة كما يقال قصيرة، ومنه ستأتي بعدها عديد الخطوات. في آخر 48 ساعة القناة كانت تحصلها 2500 مشاهدة بزيادة حوالي 600 مشاهدة عن الفيديو السابق. لنرى تطور القناة، نذهب إلى كوفرتير، أي ليزامبريسيون، 323 ألف ظهور للفيديوهات عند متصفح لليوتيوب، ظهرت 323 ألف مرة. تم الضغط على هذه الفيديوهات 10% من هذا الرقم، أي كلما ظهرت فيديوهاتي إلى المتابعين 10 خطرات تم الضغط عليها مرة واحدة. Engagement, durée moyenne de visionnage، أي متوسط رؤية فيديوهاتي هو دقيقة وثانيتين. لنذهب إلى الأوديونس أو الجمهور. الجمهور لحد الآن جمهوري هو بنسبة 34% هو من الجزائر، تليها العراق ب 12% و10.8% من السعودية، 9.5% من مصر، و7.1% من المغرب. لنذهب إلى الأرباح. الأرباح نشاهدها في آخر 10 أيام، هناك تناقص حاد فيها، حيث من كانت تحصل 0.6 دولار في اليوم أصبحت تحصل 0.18 دولار في اليوم، وهو راجع إلى عدم النشر على القناة. نشاهد هنا تطور الأرباح في الأشهر من أوت حتى
الشهر الحالي، 5.16 دولار، ثم 8.5 دولار، ثم بعدها 9.7 دولار، وبعدها 11.4 دولار. وهنا نشاهد تناقص طفيف راجع إلى تناقص المشاهدات ونقص النشر على القناة. وبعدها هنا في جانفي نجد أن هناك تناقص حاد لا يمكن، على حسب هذه الأرباح لن يتجاوز الـ5 دولار في آخر الشهر. سنحاول طبعا أن نقوم برفع مجهود القناة بعد هذا الفيديو. في 150 فيديو القادمة بإذن الله سنتحصل على أحسن من هذا بكثير إن شاء الله. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو، دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.